كاين دابا رونار كتب ليا وانا ما قدرتش نجاوبه. علاش؟ حيت فاش لونترينور كيقول لك جي لبلادك، انا اي اونترينور، انا جاي لبلادي، انا نجي بلا ما يعيط لي، كنجي بلادي كنموت عليها، انا نجي لا اي حاجه، انا نجي واخا غير نشوفها اولاد بلادي كيدوروا في الزنقه وهداك الشيء. ولكن لونترينور كيعيط لك باش تجي ليكيب ناسيونال، وفاش عيط لبنيتس قلت له غادي نمشي ليكيب ناسيونال، هو قال لي الا مشيتي ليكيب ناسيونال غادي تبدل البوست ديالك وانت ما عمرك ما لعبتي. وقال لك دابا اللي كلشي مشى ليكيب ناسيونال وكل واحد مشى ليكيب ناسيونال، دابا بقات فارغه البلاصه، اذا دابا هذا غتبين لي بان يو ديزيرف يور بليس، أنا كتستحق هاد البلاصة هتستحق. ديالك في الجروب. انا ما عرفتش شنو، ما يمكنش لي انا عيط للرونر نقول لي قال لي بني تسعه هذه هذه، غنشرك لهم السلوك، ما غاديش تبقى وغادي نجبد الصداع. اللهم قلت انا اللي غادي نتحمل هذه المسؤوليه ونقول لهم بان قلت انا لا ما غنمشيش ليكيب ناسيونال. المغرب دائما غادي تبقى تجي فيا وتبقى دافع فيا، ونيت البريزيدون ديالنا القجع هضرت معاه وفهمني، اشنو ولا قلتي عمر للنقجع؟ ما اشنو هضرت. قلتي للنقجع ملي هضرتي معاه في التليفون؟ اشنو قلتي له بالضبط؟ انا قلت ليه اسمح لي بان انا عارفني شحال كنبغي المغرب، هو عارفني كيدير، انا كيف انسان، هو عارفني وفهمني وهذاك الشيء، وقال لي اي حاجه محتاج ليها انا معاك اشرف، راه عارف احنا ولاد البلاد وعارفك انت الخلق ديالك كي دايرين. وحتى مصطفى كما القجع كما قال لي مصطفى هجيان. مصطفى حجي الله يعمر، هذا دائما معايا والان شي سيمانه بحال هكا هضرنا انا وياه في ميساج، الله يعمر هضر دائما، لو سوتيان ديالو دائما معايا وكيعاوني. والمسيو قجع دائما قال لي اي حاجه محتاجه، ولكن دابا خصك ترجع النيفو ديالك كيما نورمال. انا كنبونسي بان سي نورمال ما عيطوش ليا هذا الوقت بان اشرف زعما ما كانش كيلعب،